السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم هو متابعة لموضوع زينر، حيث سنتحدث عن أثر المقاومة التي يتم توصيلها على التوازي مع زينر، أثر هذه المقاومة. وسنتحدث أيضا في هذه المحاضرة عن تطبيق آخر من التطبيقات التي يمكن أن تستخدم عند توصيل زينر ديود. سبق وحكينا في اللقاء السابق أنه زينر ديود هو Special Purpose ديود، يستخدم للـ Voltage Regulation، شريطة أن يكون منحاز انحياز عكسي لغايات هذا الاستخدام، بمعنى انه الان ريجن لازم يكون موصول مع منطقة الجهد الاعلى، والبي ريجن لازم يكون موصول مع منطقة الجهد الاقل. ومنطقة عمل زينر هي المنطقة المحصورة ما بين اقل تيار اي زد كي واعلى تيار اي زد ام في هذه المنطقة، منطقة الريفيرس بريك داون فولتج. طبعا أقل من هيك، يعني إذا طبق على زينر دائرة بحيث يمر من زينر تيارات أقل من I Z K، فزينر ديود ما راح يستجيب تقريبا، يعني تقريبا الفولتية يعني بدها تكون ضعيفة، والتيارات أيضا جدا بدها تكون المارة من خلاله تكون يعني بمنطقة المايكرو أمبير. بينما إذا كانت الدائرة معطياتها بطريقة بحيث يمر من زينر تيار أعلى من I Z M، فزينر بكون معرض للانهيار. في هذا المثال بدنا نشوف أثر هذه المقاومة على زينر أثناء منطقة عمله في هذه المنطقة. فالمعطيات اللي بتتحدث على او المطلوب من السؤال determine the minimum and maximum load currents، ان نوجد اقل تيار واعلى تيار يمر من خلال اللود من خلال هذه المقاومه، for which the zener diode in this figure طبعا will maintain regulation، شريطة ان يبقى زينر ديود يعمل عمله كمنظم للجهد يعني في هذه المنطقة. فإحنا من نوجد أقل تيار وأعلى تيار بمر من خلال هذه المقاومة، شريطة أن يبقى عمل زينر ضمن هذا المنطقة. ومعطينا معطيات الـ VZ 12 فولت النومينال، هذه يعني الإسمية، يعني أنا بنقي مثلا زينر دايود برقم معين بيعطيني ريجوليشن حول فولتية معينة، فهذه هي الفولتية. اي زد كي 1 ملي امبير، هذا هو قيمة التيار هنا 1 ملي امبير. اي زد ام 50 ملي امبير. وبحكي لنا السؤال assuming that the zener diode is ideal، يعني تعاملوا مع الـ ideal approximation model اللي بيتحدث عن انه زد زي او زينر امبيدنس تساوي صفر، هذا هو الايديال زينر موديل. بينما فرق الجهد يعني يعتبر زينر كبطارية فرق جهدها تساوي فرق الجهد المسمى على المنطقة، على كل المنطقة، على كل منطقة العمل. فالمطلوب مرة أخرى أقل تيار بمر من RL وأعلى تيار، طبعا أقل تيار هو الصفر، أقل تيار بمر من RL هو الصفر. ومتى يمر تيار يساوي صفر من خلال هذه المقاومة؟ إذا كانت هذه المقاومة مش موجودة، إذا كانت هذه المقاومة كبيرة جدا لدرجة أن التيار بمر من خلالها صفر. طيب كم يبلغ التيار الآن المار من زينر إذا كان التيار المار من هون صفر؟ في عنا هذه الدائرة بتصير، لأنه هاي الصفر، الصفر يحدث
عندما يكون هذا الفرع معطل غير موجود أو المقاومة كبيرة بشكل يجعل من التيار مساوي للصفر. وأنا حكيت لكم في اللقاء التفاعلي إنه الكتاب بيستخدم اتجاه التيارات الاصطلاحي بهذا الاتجاه، فما بدي أعيد الحكي هون. إحنا تعودنا إنه نستخدم اتجاه التيار بهذا الشكل. فأقل تيار هو الصفر. عندما يمر تيار مساوي للصفر بمر من تيار من زينر تيار مساوي للتيار الدائرة، لأنه هذا اللوب اللي شغال بالدائرة. طيب طالما هذا اللوب اللي شغال بالدائرة، إذا خلينا نطلع على هون، فرق الجهد بين طرفي المصدر اللي هو الـ V input تساوي فرق الجهد بين طرفي R زائد فرق الجهد بين طرفي Z. هذه DC circuit، هذه DC circuit، وبالتالي جهد المصدر سيتوزع على العناصر الموصولة على التوازي، على التوالي عفوا. طيب هلا بنسأل سؤال، طيب هاي المقاومة شو نعمل فيها؟ ما احنا قلنا هاي المقاومة بمر منها تيار صفر وبالتالي ما بنطلع عليها. ففرق الجهد بين طرفي المصدر يساوي فرق الجهد بين طرفي R زائد فرق الجهد بين طرفي Z. حتى لو كانت هذه المقاومة موجودة، عندي الجهد، فرق الجهد هنا يساوي فرق الجهد هنا، العنصرين هذول اللي RL وزينر موصولين على التوازي، وبالتالي فرق الجهد بين طرفي زينر يساوي فرق الجهد بين طرفي RL، وبالتالي فرق الجهد هنا زائد فرق الجهد بين طرفي R يساوي فرق الجهد للمصدر، اللي هي هذه العلاقة اللي هي Voltage Divider فورمولا. VR التيار اللي بمر منها مضروب في R. طيب في هاي الحالة التيار اللي بمر من R هو التيار اللي بتنتجه البطارية اللي هو I total في R، بيعطينا VR plus VZ. بعيد ترتيب المعادلة، بحط IR بخليها مثلا على الجهة اليمين، وبنقل الـ VZ على الجهة اليسار، فبتصير V input minus VZ تساوي I total في R. من خلال هذه العلاقة بعوض هون، I total تساوي V input minus VZ على R. عندما يكون التيار المار من RL صفر اللي هو أقل تيار ممكن حسب السؤال، IZ بمر منه التوتال كارنت، لذلك هون بنحط IZ. ولما التوتال كارنت يمر من Z بكون هذا أكبر قيمة بتنتج الدائرة للتيار، فبنعتبره إنه IZ ماكسيموم. الآن ما حطينا IZM، مش هذه القيمة، IZM نومينال أعطانا إياها المصنع اللي صنع الديود، بس IZ ماكسيموم هاي أقصى قيمة للتيار الذي يمر من زينر في الدائرة المعطاة. واضح الفرق بينهم؟ مرة ثانية، IZ maximum هي أقصى قيمة للتيار اللي بمر من زينر وفقا لمعطيات الدائرة في السؤال، بينما IZM هي أقصى قيمة للتيار الريجوليشن اللي بناخذها من رقم زينر ديود اللي بيعطينا إياه المصنع. فالآن بنوجد IZ maximum اللي هي IT. حدا بيسأل هون مثلا ليش حطينا maximum؟ حطينا maximum لأنه RL بمر منها تيار المينيمم اللي هو الصفر، فما بيصير في توزيع للتيار عند هذه النقطة، عند هذه النقطة لا تعتبر نقطة تفريع، فالتيار اللي بتنتجه الدائرة كله بمر من زينر وهون ما بمر من تيار، لذلك هذا أقصى قيمة للتيار. الآن إذا وضعنا قيمة أخرى للمقاومة بصير التيار يتفرع، جزء منه يروح على RL وجزء بده يمر من خلال زينر، الجزء اللي بمر من زينر بجميع الأحوال بده يكون أقل من هذه القيمة اللي راح نوجدها. فI total تساوي V input minus VZ على R حسب هذه العلاقة. بنعوض الآن الـ V input 24 VZ 12 و R بيعطينا إياها في السؤال 470 أوم، فهذه تساوي 25.5 ملي أمبير. طلعت معنا أقصى قيمة للتيار اللي بمر من خلال زينر وفقا لمعطيات الدائرة 25.5، وهو أقل من قيمة IZM اللي معطينا إياها المصنع
50 ملي أمبير. لذلك شمال زينر، زينر يعمل ضمن منطقة العمل وهو يعمل بشكل آمن الآن. هون موجودة تقريبا، إذا كانت هذه 50 هون موجودة 25.5، وال25.5 تعطينا فولتية تقابلها فولتية قريبة من قيمة في زد تي. الآن طبعا هذا كله حصل لأنه إحنا اعتبرنا أنه IL مينيمم اللي هي مساوي للصفر حسب اللي طالبه منا السؤال. طيب الآن بدنا نوجد أقصى قيمة للتيار اللي بمر من RL. أقصى قيمة للتيار اللي بمر من RL تقابل أقل قيمة للتيار اللي بمر من IZ، وأقل قيمة للتيار اللي بمر من IZ وهو في منطقة العمل هي IZK. لذلك بحكي إنه IL maximum، IL maximum تساوي I total اللي هي 25.5 ملي أمبير ناقص قديش؟ ناقص أقل قيمة للتيار اللي بمر من خلال زينر أثناء عمله كريجوليتر، وأقل قيمة للتيار اللي بمر من زينر أثناء عمله كريجوليتر اللي هي IZK. لذلك بعوض هنا IZK 1 ملي أمبير. من وين جبتها؟ من معطيات الديود. IZK تساوي 1 ملي أمبير، فبيطلع الجواب 24.5. الآن بموجب هذه القيمة للتيار اللي بمر من خلال RL وهي أقصى قيمة للتيار الحمل، بموجب هذه القيمة خلينا أوجد قيمة RL. ببساطة RL هي VZ على IL، فرق الجهد بين طرفيها على مقدار التيار المار من خلالها. ففرق الجهد بين طرفي RL هو نفس فرق الجهد بين طرفي زينر لأنهم موصولين على التوازي اللي هو 12 تقسيم أكبر تيار ممكن أنه يمر من خلال مقاومة الحمل اللي هو أوجدناه 24.5، فبتطلع القيمة 490 أوم. لنلاحظوا لأنه هنا تيار ماكسيمم هون حطينا المقاومة مينيمم لأنه عكس بعض المقاومة والتيار في هذا الفرع. عندما يكون التيار أكبر ما يمكن تكون المقاومة أقل ما يمكن. ماذا تعني عبارة المقاومة أقل ما يمكن؟ تعني هذه العبارة أنه لو مثلا اخترنا مقاومة أقل من هيك، لو اخترنا مقاومة أقل من هذه القيمة فIL بدها تكون أعلى لسه قيمتها، التيار بده يكون أعلى. إذا كان التيار أعلى بده يكون على حساب النقصان في تيار زينر، وبالتالي تيار زينر بصير قيمته أقل من IZK، وبالتالي نخرج برا منطقة عمل زينر، ببطل زينر يعمل كريجوليتر. لذلك هون حكينا RL minimum هذه أقل مقاومة ممكنة نحصل عليها على قيمة للتيار تقابل قيمة لزينر لتيار زينر وهي أقل قيمة لتيار زينر أثناء عمله كريجوليتر. بدها تركيز، بدكم تضلكم تعيدوا التسجيل حتى تفهموا هذه النقطة، لأنه شرط السؤال بحكي أن توجد أقل قيمة لتيار المار من RL وأعلى قيمة للتيار المار من RL شريطة أن يبقى عمل زينر ضمن هذه المنطقة ضمن هذه التيارات. الفائدة الأخرى لزينر دايود هي الفولتج ريجوليشن أو الليميتيشن أو الفولتج كليبينج قص الفولتية. الآن هنا عندنا AC power supply مش دي سي مثل المثال السابق، لا اي سي باور سبلاي موصول معها مقاومة خارجية وزينر دايود والحمل هنا بين طرفي زينر، فكيف سيكون شكل الفولتية بين طرفي زينر؟
الآن لما يكون في عندي هنا القطبية، خليني أجي على القلم، لما يكون عندي النصف الأول هذه القطبية موجبة وهذه القطبية سالبة، يكون ديود زينر منحاز انحياز عكسي، ولما يكون منحاز انحياز عكسي فرق الجهد بين طرفي هو النومينال فولتج أو الفولتية الإسمية لزينر ديود، أنه بيشتغل على 12 بتكون هاي 12، بيشتغل على 6 بتكون هاي 6. في النصف الثاني من الدورة لما تصبح قطبية هنا سالبة وهنا موجبة، الديود يصبح منحاز انحياز أمامي. لما زينر ديود يكون منحاز انحياز أمامي يعمل كريكتيفاير ديود، لما يكون ريكتيفاير ديود منحاز انحياز أمامي فرق الجهد بين طرفيه يساوي 7/10. فأثناء النصف الثاني من الدورة اللي هي الفولتية السالبة فرق الجهد بين طرفي زينر يساوي 7/10 لأنه ريجولار ريكتيفاير ديود. وبالتالي في النصف الأول بتكون منحاز انحياز عكسي بيعطيني النومينال زينر فولتج، وفي النصف الثاني بكون فورورد بايست وبالتالي بيعطيني البارير بوتنشال فاليو اللي هي 7/10. لو قلبنا زينر هنا، لو قلبنا في النصف الأول بكون الزينر منحاز انحياز أمامي بيعطيني 7/10، في النصف الثاني زينر بكون منحاز انحياز عكسي بيعطيني النومينال زينر فولتج. لو حطينا بنفس الفرع تو زينر ديودز وكانوا عكس بعض موصولات، فبجميع الأحوال في النصف الأول الزينر ديود دي 1 بكون منحاز انحياز أمامي يعني له 7/10، ودي 2 بكون منحاز انحياز عكسي بيعطيني النومينال فولتج. فمجموعهم بيعطيني الليفل اللي أنا بعمل عليه كليبينج. في النصف الثاني من الدورة دي 2 بكون منحاز انحياز أمامي بيعطيني -7/10، ودي 1 بكون منحاز انحياز عكسي بيعطيني ماينس الفي زد 1. وبالتالي الكليبينج ليفل بكون مجموع النومينال فولتج لا زينر ديود زائد 7/10 ولكن في منطقة السالب. يعني الكليبينج بيصير لما يكون الديودين متماثلين مستوى الكليبينج بيكون متناظر أو يعني سيميلر بالنسبة للجزء الموجب وبالنسبة للجزء السالب. هون في هذا المثال اللي هو بالسلايد الأخير في عنا AC سيجنال البيك فاليو له 10 فولت موصول بمقاومة، وبهذا الفرع في 2 زينر ديودز ولكن بقيم مختلفة للفولتية، يعني نوعين مختلفين أرقامين مختلفين. فبطبيعة الحال في النصف الأول من الديود في النصف الأول من الدورة في النصف الأول من الدورة هذا الديود بكون منحاز انحياز أمامي بيعطيني 7/10، وهذا الديود بكون منحاز انحياز عكسي بيعطيني 5/1/10. فمجموعهم احنا حكينا هذا 7/10 وهذا 5/1/10، مجموعهم 5/8/10. فالكليبينج ليفل بكون في النصف الأول من الدورة يساوي مجموعهم 5/8/10. 7/10 اجت من هذا الديود لأنه بكون فورورد، والخمسة وواحد بالعشرة اجت من هذا الديود لأنه بكون ريفيرس بايست. في النصف الثاني من الدورة هذا الديود بكون منحاز انحياز أمامي بيعطيني 7/10، وهذا الديود بكون منحاز انحياز عكسي بيعطيني 3/3/10. بس بالنصف الثاني هذه الفولتيات سالبة، يعني هنا عندي -7/10 وهون -3/3/10، فالمجموع -4. فإذا أنا بدي أستخدم different levels من الكليبينج على النصف الأول وعلى النصف الثاني بستخدم بنفس الفرع يعني two different zener diodes. نفس الشيء هنا AC signal
البيك فاليو له 20 فولت. بدنا نشوف على الاوتبوت كيف بكون شكل السيجنال. ولكن الديودين هنا مختلفين في النوع، والديودين لاحظوا كيف مربوطين، مربوطين بحيث انه يعني بطريقة مختلفة عن الطريقة، هون رؤوسهم متقابلة، هنا الجهة الثانية متقابلة اللي هي جهة البي، هون متقابلين من جهة الN وهنا متقابلين من جهة البي. فعموما اللي بحسم الموضوع انه الديود منحاز انحياز امامي واي ديود منحاز انحياز عكسي. في النصف الاول هذا الديود يكون منحاز انحياز امامي، وهذا الديود يكون منحاز انحياز عكسي. اذا 6.2 بالعشرة بتكون منحاز انحياز عكسي، وال 15 فولت بكون منحاز انحياز امامي. في النصف الاول من الدورة ال 6.2 بالعشرة منحاز انحياز عكسي، وال 15 فولت منحاز انحياز امامي. فببساطة ال 6.2 زائد 7 بالعشرة بيعطيني 6.9 بالعشرة. في النصف الثاني من الدورة، في النصف الثاني من الدورة الديود ال 15 فولت بكون منحاز انحياز عكسي، يعني ماينس 15 هي عندي، وهذا الديود يكون منحاز انحياز امامي ماينس 7 بالعشرة. ماينس 15 وماينس 7 بالعشرة بيعطيني ماينس 15 و7 بالعشرة. فهون لاحظوا ايضا وصلنا الديودات بطريقة ايضا مختلفة، فحصلنا على different levels of clipping over the first half of the cycle وكذلك over the second half of the cycle different clipping levels. وبالتالي يعني صار عندنا معلومات من خلال الريكتيفاير دايودز العاديات او من خلال زينر انهم جميعهم ممكن يعملوا على الكليبينج، على الليميتينج، على تحديد الإشارة، على قصها بصورة متماثلة أو بصورة مختلفة، وين بدي أخلي القص أقل، وين بدي أخلي القص أعلى، بيعتمد شو العناصر اللي بدي أوصلها وشو العناصر وما هي العناصر اللي بدي أحددها وما هي قيم هذه العناصر، ومن بين هذه العناصر هي الزينر ديت. وبالتالي إحنا قاعدين بنلاحظ إنه زينر له مهمة أساسية اللي هي الفولتج ريجوليشن، وقد يكون له استخدامات أخرى في الفولتج ليميتينج في الكليبينج مثل ما احنا شفنا في المثالين السابقين. إلى هنا نتوقف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.